كيف ترى الآن مجال اهتمامنا بالفنون في مصر؟ كيف ترى وأنت ناقد؟ لا، مجال محدود، مجال محدود جدا. اهتمامنا بالفن مجال محدود. يعني أولا الفن كله على يعني غلبان زي ما بيقولوا، بعافية، متواضع على بعضه كده. أصلي بس أنا أحب أحدد المصطلحات إذا سمحتي لي. مصطلح فن آرت يعني الفن التشكيلي فقط. إحنا بنطلقه بشكل عام على أي حاجة فيها فروع الفنون المختلفة. إنما آرت بالمصطلح الإنجليزي والفرنسي اليوناني الروماني الأصلي يعني فن تشكيلي. وحضرتك كتبت ده في كتابك الأخير كمان. الله ينور عليك، أشكرك. إنما أي حاجة تانية بنقولها باسمها، يعني نقول السينما، المسرح، الموسيقى، أي حاجة تانية. إنما نقول فن، طبعا احنا كله عند العرب. يعني هذا بالنسبة للمتخصصين جدا، لكن الحقيقة ما بقول سؤالي حاليا بقصد يعني مجموعة الفنون اللي موجودة والمتعارف عليها في مصر، ولا بما فيها السينما بما فيها السينما والفنون والمسرح. أيوة. كلها غلبانة، كلها انا بقول لك بمنتهى الصراحة مفيش. لا، احنا في موقف صعب جدا من ناحية الإبداع الفني. مفيش مستويات المقارنة، يعني في طبعا من حين لآخر تطلع حاجات استثنائية زي المشهد الافتتاح العظيم بتاع أيوة. متحف نقل الملوك والملكات الموميات. أيوة، في متحف الحضارة. ده مشهد استثنائي في تاريخ الموسيقى المصرية. صحيح، الحقيقة اللي عمله هشام نزيه. ولازم برضو نذكر هنا أن الموسيقار الجميل هشام نزيه حصل على جائزة من لندن قريب عن هذه الافتتاحية الموسيقية. والله هو وجد تقدير مستحق. أنا أعرف هشام من شبابه الأول، من بداية يعني بعد ما تخرج من الكلية، لأني أنا عملت له هو واثنين تانيين أصحابه شريط، أول شريط ليهم، وانا مسؤول عن صندوق التنميه الثقافيه. يعني حضرتك شايف انه حتى تلك الجائزه او ذلك العمل الجميل جدا كان استثناء؟ مؤكد انه استثناء. يا ريت يكون القاعده. طبعا لو هو القاعده هنبقى دوله من الدول الرائده في الفن. بتكلم احنا دايما لما نجيب الفن في مصر نقول الفن القديم، الفن الفرعوني. أيوة. الفن بتاع او الفن الاسلامي. احنا لا في عصر الفن الفرعوني ولا في عصر الفن الاسلامي، نحن في عصر معاصر. معاصر ده يعني بنعمل فنون مختلفه تماما عن الماضي كله. فنرجو ان احنا نعمل استثناءات كتيره جدا. هيبقى الحاله الفنيه عندنا حاله كما يجب ان تكون وكما نستحق أن نبدع أن نكون.